ايه بقى رسمات الايلاينر اللي طالعه موضه؟ بصي، هو الايلاينر موضه على طول، يعني ما بيبطلش وبيليق على كل العيون، انواع العيون كلها، المبطنه، الجحظه، المدوره، كله. بس كل عين وليها طريقه في الرسم. عرفينا بقى. الجحظه احنا لازم بيبقى ابدا اول حاجه لازم نعرفها ان احنا نبدا من خط الرمش من تحت، من يعني لازم نبدا من خط الرمش من تحت ونطلع لفوق، وبعدين نخش بيه اللي على العين اللي جوه. ما نغمضش عينينا نهائيا واحنا بنرسم الايلاينر، لازم عينينا تبقى مفتوحه. اي واحده بتحط لنفسها لازم عينها تبقى مفتوحه. وهي ايه ده اللوك معايا انا كنت عاملاه، الموديل بتاعتي ده الواد لوك سيمبل قوي سيمبل قوي، جدا، وعاجب جميل بنات جدا. كتير، عاجب بنات كتير جدا. وفعلا بيليق يعني على بنات كتير. يعتبر النود، الالوان النود، ومفيش ايلاينر فيه، هو كنا مركبين رموش سيمبل خالص فيه. بس والاي شادو لون واحد فوق العين. الحواجب بس شيمر. الشيمر، حاطين، لا ما حطيتش شيمر، انا حطيت هايلايتر، اعتمدت على حاسه. الهايلايتر. بس مش جليتر، مفيش حاجه لا بتلمع مفيش فوق جليتر العين. خالص. الشادو مط، مات. الشادو مط، وده جميل قوي، وده برضو سيمبل. هي الموديل بتاعتي بتحب الالوان بتحب اللوكات الهاديه. الهاديه، من البنات اللي بتحب اللوكات الهاديه. هي كمان بس جميله انا ما شاء اعتمدت الله. على ده، مفيش رموش خالص، اعتمدت على لون الروج يبقى قوي شويه، يعني بين القوي قوي والوسط، اعتمدت على كده. وده يعتبر كنت عاملاه للبنات اللي عايزه تخرج بالنهار، يعني ده كده بالظبط. معمول لوك للبنات. الصبح ايوه بالظبط كده، معمول للبنات الايه ده. طبعا كنت يبقى عاملاه عروسة. لوك عروسه. و دي انتي، لا انتي شبهك والله لا جدا. الموديل اللي معايا اختي. عشان كده شبهك.